بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نستكمل اليوم سلسلة شروحاتنا لبرنامج سكراتش، مهارة جديدة بنتعلمها وهي مهارة قرع الطبول عند الطبلة أو درامز وعايزينه يتغير لونه ويصدر صوت. دي مهارة جديدة بنتعلمها من خلال برنامج سكراتش، أحد أشهر البرامج التي تستخدم في تصميم الألعاب والقصص المصورة. تعالوا بنا ننتقل إلى الجزء العملي. كل اللي عليك أنك هتقوم بتشغيل البرنامج، ثم بعد ذلك هنقوم بحذف الشخصية الموجودة عن طريق الضغط على كليك يمين ونختار ديليت فيتم حذفها، ثم نقوم بإدراج كائن جديد نيو سبرايت هنضغط عليه. الكائن ده عبارة عن أشياء ثينجز، ثم نختار بعد ذلك هنقوم بعملية التحريك ونختار الدرامز الموجود أيا كان نوع هذا الدرامز على هذا النحو، ثم اضغط على اوكي فيتم اضافتهم. في نفس الوقت بيكون عندي افكار متسلسله او مرتبه لكيفيه تصميم هذه عمليه النقر وتغيير الالوان. بتبدا بانك بتختار الاول الاحداث، ومن الاحداث هنقول والله عند الضغط على او عند النقر اللي سبرت على الكائن اللي هي وين ذس سبرايت كليك، يبقى عند الضغط على هذا الكائن ماذا سوف يحدث؟ عايزينه يتغير المظهر، يبقى هنختار من لوجز هنختار تغيير اللون. ادي تغيير اللون. اذا لو حضرتك ضغطت دلوقتي هيبدا يتغير اللون زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. طب لو انت عايز صوت انت بتتكلم اهوت، يبقى لازم تترجمها الى افعال ومقاطع برمجيه. تذهب الى الصوت وتختار تشغيل الدرامز. ادي تشغيل الدرامز على هذا النحو. اذا كل ما تضغط هيبدا يصدر صوت ويتغير اللون بنفس الطريقه. وابدا غير لي نوع الدرامز الموجود، خليه اي درامز اهوت، وابدا جرب ابدا جرب لحد ما توصل الى نوعيه تقدر تتحكم فيها. ثم بعد ذلك انت عايز تقوم بعمليه التكرار، اذهب الى العمليات اوبريتورز، ومن اوبريتورز اختار اللي هو الضغط العشوائي او التغيير العشوائي بالنسبه للدرامز الموجود اللي هي البيك راندوم 1 2 10، وبعدين حركه على البلاي درام لحد ما ياتي عند اول رقم اللي هو 3 دهوت. هتبص تلاقي شكله بيتغير. قوم بعمليه الالقاء على هذا النحو. لو عايز العمليه يكون فيها تكرار اذهب الى كنترول، ومن كنترول اختار فوريفر على هذا النحو. اختار فوريفر على هذا النحو. نحاول كده مع حضراتكم. طب ما نفعتش نلغي الفول ايفر دهيت، نخلينا في الوضع الطبيعي الخاص بينا. المهم انك تجرب لحد ما يكون لك شخصية التعامل وشخصية التصميم. لو عايز تضيف مثلا زي يبدأ اختار ادي ابدأ اهوت سيان، نشوف كده ما بتركبش. معنى ذلك معنى ان العنصر لا يتم تثبيته على العنصر الاخر، ان ده مش في محله. اذا كده الشغل بتاعنا كده شغال. اضغط وابدأ استمع وابدأ غير اللون. كل مرة نغير اللون، كل مرة نغير النقرة او القرع على الطبل بهذه الطريقه. اتمنى تكون المحاضره السريعه البسيطه ديت محاضره ممتعه وشيقه. تقبلوا تحياتي عن طريق النجار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.